اعتقد انه الديربي حتوري ما فيه المنطق بشكل كبير، لان اللي جينا نتكلموا على الوداد ولا الرجاء كنعرفوا ان الرجاء الرياضي فريق الان عنده استقرار كبير على المستوى الاداري وكذلك التقني، يضيف الى ذلك انه حتى مجموعه من اللاعبين يمكن انهم استعادوا القوه ديالهم دون نسيان ان فريق الرجاء الرياضي عنده واجهه واحده اللي هي البطوله، يعني كاين متسع من الوقت على انهم يستعدوا بما فيه الكفايه لكل المباريات، عكس فريق الوداد اللي عنده مجموعه من المشاكل بدايه من الانهيار البدني اللي تكلم عليه اكثر من مره المدرب السابق عادل رمزي، اضافه لانه شارك في الدوري الافريقي والوصول ديالو الى النهائي والمباريات الكثيره، زيد على ذلك المباريات المؤجله في البطوله دون نسيان المشكل ديال رئيس الوداد سعيد ناصر، وهذه كل الاشياء اللي كنعتقد انها طبيعي جدا غتاثر على الفريق. يمكن انه الديربي يمكن المباراه بدات حتى الشوط الثاني وتداس 10 ديال الدقائق، لان الديربي الشوط الاول اعتقد انه كان دون المستوى، شاهدنا مباراه عقيمه على مستوى الفرص باستثناء الفرص القليله اللي كانت لفريق الرجاء الرياضي وفرصه وحيده للوداد عن طريق اللاعب جهران، ولكن الملح ديال كره القدم اللي يمكن نقول انه للاسف افتقدناها هو انه كنتكلموا على الجماهير اللي تغيب مره اخرى على الديربي، وهذا امر اللي للاسف شيء مؤلم، وكنتمنى اننا نحبسوا مع هذا الامر هذا، لان كره القدم نقولوها ونعاود نقولوها راه بلا جمهور ما عمرنا غنستمتعوا بكره القدم، ولكن اتمنى صادقا على انه مستقبلا تسود الروح الرياضيه، وكذلك ما شاهدنا في وداد امر مؤلم ومؤسف انه لاعبين يعني حتى انه لما كتبغي تغير لاعب فما كيقبلش، هذه امور ما كانتش في الوداد وما كنشوفوهاش فرق كبيره كالوداد، وكنتمنى صادقا انه اتخاذ الاجراءات في حق هاد اللاعبين، ولو انه تم المنادات عليه من المجلس التاديبي ويمكن انه ما جاوش، هذه امور كتبين على انه مستقبل الوداد نوعا ما سيكون صعب، ولكن ليس بنهايه العالم، لانه الوداد الا انتصر في مباراه اللي باقي ليه امام المغرب الفاسي وكذلك المغرب التطواني فكنظن انه غيكون هو غيحتل المركز الثاني، فكيبقى الديربي ديربي وكتبقى المباراه ديال الديربي عندها طعم ديالها، والجماهير كتبقى الجماهير الرجاويه كتشد في الوداديه لما كتنتصر فريق الرجاء الرياضي والعكس كذلك، هذا هو الملح ديال كره القدم، وهنيئا للمنتصر وكذلك هارد لك للفريق اللي نازم، وهذا كله كنتمناو ان الكره المغربيه اللي تطور ماشي فقط مباراه وحيده في البطوله. ومباراه بعدا خصنا نشيروا على ان باش تلعب في هذيك الظروف صراحه شيء مأساوي للبطوله الوطنيه، ما يمكنش نسيئوا صوره البطوله بهذاك الشكل، يجب مراجعه الاوراق فعلا، لان المغرب في واحد الفتره الاستثنائيه كيوجد العديد من المسابقات الدوليه والقاريه غيستضيفها في السنوات المقبله، لكن هذا ماشي مبرر باش اننا نسيئوا الصوره ديال البطوله بهذاك الشكل، فما يمكنش نلعبوا مباراه من اهم مباريات في البطوله في ملعب كملعب البشير، ملعب صغير ما كيقدرش يستضيف جماهير كبيره، وميم طون لعبوا بدون جمهور، فهذا ما بانش لي انا هناك شي مبرر باش نسيئوا المباراه بحال هذيك بداك الشكل. طبيعه الحال في المدربين مجوج لا زين باور لا البنزرتي شاروا لهذه القضيه، وشاروا لان غياب الجمهور كيأثر على المستوى ديال اللاعبين وكيأثر حتى على الظروف ديال المباراه، واكثر من ذلك كيأثر على الصوره ديال البطوله، فالعالم عارفنا غنستضيفوا كوب دافريك وغنستضيفوا كاس العالم، ولكن ما يمكنش ماشي مبرر هذا باش اننا نسيئوا كيف قلت صورة البطولة بهذا الشكل. هذا من ناحية التنظيم ديال المباراة، من ناحية المستوى فكان من الطبيعي أن المستوى ما يكونش ذاك المستوى الكبير، لأنه لسوء الحظ الجميع الأمور السلبية تراكمت على البطولة هذا الموسم، لا من ناحية مستوى اللاعبين، لا من ناحية الديون والأزمات اللي كتعيشها الأندية، لا من ناحية الملاعب المسدودة، لا من ناحية الوضعيه ديال بعض النوادي، بالتالي فكان من الطبيعي ان المباراه تكون ركيكه بهذاك الشكل، وما تكونش فيها الحماس اللي اعتادونا على الديربي خاصه في الشوط الاول، رغم ان الرجاء سيطر على المباراه طولا وعرضا، امتلك الكره هو اللي كان وصل اكثر للمرمى ديال الوداد، النتيجة رياضيا كانت طبيعية، لأن صراحة الفريق واحد اللي كان في الملعب باستثناء 20 دقيقة الأخيرة من المباراة اللي الوداد تحرك بعد تلقي الهدف الثاني، وكان من الطبيعي أنه يخرج باش يدافع على باش يحاول يسجل الهدف تاعو، أو على الأقل واحد الهدف اللي ربما يحفظ ليه، لأن اتضح جليا لأن في المباراة كان فريق واحد اللي مركز، كان فريق واحد اللي ثابت، كان فريق واحد اللي منظم تكتيكيا،
هو الرجاء الرياضي ويستحق الفوز. يعني ما كنعتقد ان حتى المحبين ديال الوداد بان لهم على ان الفريق ما ماشي حتى لهيه في هذه المباراه. يعني المشاكل اللي كانت داخليه بدات كتبان، بدا كيبان شويه ديال الارهاق ديال اللاعبين، بدا كيبان عدم الاستقرار على النادي، بدا كيبان. والتصريحات ديال بلزاتي كانت واضحه، تحدث على غياب الانضباط ديال بعض اللاعبين، تحدث على يعني شي حوايج اللي ما عمرو شافوا في المسيره ديالو. يعني اخشى ما اخشى على فريق الوداد الرياضي انهم في ظل هذه الظروف الصعبه اللي كيعيشها اداريا انه يمشي في واحد المسار اللي صراحه غيضيع به واحد السنوات ديال التالق وديال التسيد وطنيا وقاريا. فما غنبغيوش الوداد مثل هذا انه يغرق في هذا المستنقع. نتمنى على ان اعضاء المكتب انهم ياخذوا بزمام الامور بالصرامه والحزم الكافيين باش يرتبوا البيت الداخلي ويعني ويردوا اللاعبين للصواب ديالهم. اما بالنسبه للرجاء ففريق كيتطور مباراه بعد مباراه، المدرب بدا كيعرف التشكيله ديالو اكثر من اي وقت مضى، وما الصداره ديال البطوله ما هي الا دليل على انه الفريق بدا كيتوهج وبدا كيرجع للصوره الطبيعيه ديالو. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.